اليوم كنتواجدوا بغابة بوزكورة لتنظيم البطولة الإفريقية للدراجات اللي كتأهل لنا الألعاب الأولمبية باريس 24، والتنظيم الحمد لله كان جيد بشهادة أعضاء الاتحاد الإفريقي. اليوم السباق الأول فزنا بميدالية بالمتسابقة اللي أقل من 23 سنة رجاء شاكر. التنظيم كان ممتاز الحمد لله، الامور غاديه على احسن ما يرام، وهذا كنقوموا به في تطوير الدراجه الوطنيه وتطوير الدراجه بصفه عامه. شنو الدوره هذه؟ الدوره 16 للالعاب الافريقيه اللي تنظمت في المغرب. شنو الجديد مقارنه مع الدورات السابقه؟ فهذه الدورة اللي درنا نظمنا دابا في المغرب كانت أحسن الدورات، كانت في جنوب إفريقيا، كانت يعني في بالمستوى ديالنا حنا مستوى جيد في التنظيم. الحمد لله تمكنت اليوم من الحصول على المركز الثالث في السباق في بطولة إفريقيا للدراجة الجبلية. الحمد لله الإنجاز ما جاش بالسهل، جا مجموعة من الصعوبات الحمد لله، مي الحمد لله تمكنت من الحصول على المركز الثالث. كنبغي نشكر الجامعة الملكية المغربية للدراجات اللي ساعدتنا أننا نكونوا في حسن التحضير في المعسكر اللي قامت به، وكذلك الدعم اللي قدمته لينا الحمد لله. كنبغي نوجه لها تحيه من هذا المنبر، والحمد لله تمكنت من حصول المركز الثالث بالرغم من صعب المدار اللي كان شويه فيه الصعوبات اللي خصنا ندوزو منهم، من الحمد لله باذن الله تمكنت من حصول المركز الثالث. كانوا بعض الصعوبات كنت ترومبلان خصنا ندوزو منهم، وكان بعض الحجر الصخور خصنا نتخطاوهم، من الحمد لله بفضل التحضيرات الحمد لله تمكنت من انني نتغلب عليهم. على مدى 3 ايام انطلاقا من يوم الجمعه حضرنا فعاليات البطوله الافريقيه للدراجات الجبليه لتنظيم الجامعة الملكية المغربية للدراجات بشراكة مع الكونفدرالية الإفريقية. هاد البطولة الإفريقية اللي شاركوا فيها 13 البلد إفريقي، 70 مشارك، توجت اليوم بتوزيع الميداليات وتحقيق المنتخب المغربي مرتبة مشرفة بميدالية ذهبية وثلاث ميداليات برونزية. بهذه المناسبة كنشكروا السيد العامل والسلطات المحلية على التنظيم الجيد وعلى تقديم المساعدة للجميع القائمين على هذه البطولة اللي كنتمنوها أنها تطور مستقبلا وتشرف البلاد إن شاء الله بفضل المجهودات ديال الجميع المتدخلين إن شاء الله.